بيكم مشاهدينا مرة تانية، والموضوع المؤرق ل90% من بنات وستات مصر، وهو إنها تقوم من النوم تلاقي المخدة كلها شعر، تدخل تاخد شاور تلاقي البلاعة اتسدت. ليه؟ أصل شعرك وقع سد البلاعة كتير كده، الفرشة مليانة. طيب أنا شعري بيقع ليه؟ تعددت الأسباب والسقوط وحده. دكتورة شيماء امبابي، استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والليزر، منوراني يا دكتورة. أهلا بك. وطبعا يعني هي محجبة وزينا والحياة شبهنا كده، فهتقول لنا بصراحة إيه أسباب سقوط الشعر؟ طيب عجبتني قوي تعددت الأسباب والتساقط وحده والعلاج مختلف. أيوة. دي مهمة جدا. أيوة. إحنا دلوقتي الحالة اللي بتدخل ما بتشتكيش من تساقط شعر بنبتدي نقلق، يعني لا. بقى الحاله تدخل تكشف جلد او حاجه. ولو ما اشتكتش افضل قاعده مستنيه كده. وفي الاخر فعلا بتلاقي فعلا بيبقى فيه. احنا نسبه التساقط زادت جدا جدا جدا، واسباب التساقط تزايدت وتغيرت. يعني كان زمان دايما بنقول ايه؟ الاسترس، قله النوم، قله الاكل، نقص الفيتامينز. عاديكي كمان ان احنا بقى عندنا التساقط وراثي زاد في الستات. يعني كان معروف دايما ان التساقط الوراثي بيجي للرجاله، لا بقى يجي للستات وبقى بشكل عنيف. أيوة. وكان معروف ان التساقط الوراثي كمان بيجي في سن متاخر، يعني من 60 70، لا احنا ابتدينا نشوفه دلوقتي في مراحل ممكن اخر الثلاثينات واربعينات قبل كمان. وده بقى ازيدك من الشعر بيت، انا بشوفهم بيصلعوا بالظبط، صلع وراثي. وحاجه تانية، في حاجه جديده استجدد بقى، حاجه اسمها بريماتور هير ايجينج، يعني العجز المبكر للشعر. يعني طبيعي كل ما بنكبر في السن احنا اعضائنا الداخليه وجلدنا بيعجز، وبالتالي شعرنا برضو بيعجز. المفروض برضو ده اشوفه في سن متاخر جدا. احنا بنشوفه في سن مدارس دلوقتي. وده بقى مؤرق العجز جدا. العجز بمعنى الوقوع ولا انه يبيض؟ انه جزء منه يبيض. وان الشعرايه تنحف. ايه هو عجز الشعر؟ ان سمك الشعرايه يقل، عدد البصيلات اللي المفروض انا مولوده بيها هي المفروض بتقل مع العجز، لا هي بتقل بدري. البصيله اللي طالع منها شعره واتنين وتلاته يبقى طالع منها شعره واحده وشعره خفيفه رفيعه. تيجي الحاله تقولي دي للحصان بتاعي ضفايري قلت. وعلى فكره بقت الرجاله كمان تيجي تكشف بدري، لان طبعاً بقى يجي في سن بدري. من الحاجات برضو اللي مش اخدين بالنا منها، الامراض المناعيه زادت دلوقتي. كل الامراض المناعيه، يعني انا جسمي بيهاجم سواء مفاصلي سواء حاجات في جلدي سواء حاجات في اعضائي، اي حد عنده مرض مناعي لازم ينتبه انه برضو بيهاجم شعره. فبيوقع شعره. عمليات بقى النحافه، على قد ما احنا بنحبها وعلى قد ما هي فادتنا، التكميم والتدبيس والمش عارفه ايه والحاجات دي كلها، كل دكتور فيها بيشيل جزء معين حسب نوع العملية. أوقات بيبقى الجزء ده هو مسؤول عن امتصاص أنواع معينة من الفيتامينز والمايكرو نيوترينز، اللي هي العناصر غذائية بسيطة محتاجينها للشعر وللجلد. والوعي قليل في الحتة دي قوي. يعني لو ما خدوش مثلا فيتامينز معينة الشعر يقع. بالظبط، هما بيزهقوا. تيجي الحالة تقولي الجراح قال لي لازم اخد بس أنا زهقت. تيجي امتى بقى؟ بتزهق بصراحة. لازم تاخد فوريفر، لازم بطرق مختلفة. هي بتبقى متخيلة ان ده لجسمها بس، لا هو مش بس لجسمها، هو كمان عشان شعرها. الموضوع ده مهم جدا. ده 50% من الناس اللي نعرفهم عاملين العملية، وللأسف بيجوا متأخر، بيجوا لما الحالة تبقى بقت متقدمة. بمعنى ايه بقى؟ يعني هي شعرها بيقع، تيجي متأخر بمعنى ايه؟ تيجي يعني تسيبه يقع كتير ولا يقع ايه؟ يقع كتير وتقول لك مش مشكلة عادي، هيرجع تاني، هيرجع لوحده. طب انا هاكل كويس هيرجع. فكره انا هاكل كويس هيرجع دي مش منطقيه قوي. احنا بنبقى محتاجين عناصر غذائيه معينه بتركيز معين، مش كل التركيز ده موجود في الديلي ريكويرمنتس اللي انا محتاجاها، مش كلها موجوده في الطبق اللي انا هاكله. بتبقى قليله طبعا. بس احنا لو شبهنا جسمنا بازازه، الازازه دي فوقها التوب بتاعها الشعر والبشره والضوافر، مظبوط، والبطن بتاعها او تحت الفيتال اورجنز، يعني القلب والكلى والكبد والعين. احنا ما بيجي نملى اي ازازه ميه بتتملي من تحت الاول، صح، وبعدين تطلع على فوق. صح، مظبوط. يبقى انا اي فيتامين باخده في البدايه بيروح للحتت الاساسيات. وسبحان الله، ده خط دفاع ربنا عامله ان اي فيتامين الجسم هو اللي بياخده، لانه هيقول لك الشعر والبشره والضوافر مش هيموتوا، هم هيتضرروا. فده بيبقى ناقوس اي حاله تجيلي شعرها بيقع. اول حاجه تحاليل. مهم جدا فيتامين دي بنلاقيه ناقص جدا.
مهم جدا مخزون الحديد، مش بس الحديد الفيريتين، مهم جدا الايرن وفيتامين بي. وبيبقى لنا قراءات مختلفه عن الدكاتره التانيين، يعني دايما في التحاليل كل دكتور كل تخصص له قراءه. دكتور البطنه قراءاته بتبقى اقل، هي واصله للاعضاء بتاعته هو مبسوط. احنا قراءاتنا بتبقى اعلى، لازم التانك او الازازه تكملي للاخر علشان ده ياخد احتياجه، وبعدين الشعر والبشره والضوافر ياخدوا احتياجهم. ما شاء الله. لا وصلت لنا المعلومه بشكل مختلف خالص، لانه احنا متخيلين ان انا خدت الفيتامين شكرا. لا الموضوع اتاري بقى الفيتامين مترصب تحت في قاع الازازه واحنا مش عارفين، ده انا مهريه فيتامينز وبيقع يعني برضه. بنقعد نتابع بالتحاليل وبعدين حتى لما بنيجي نوقف الفيتامينز لما بنوصل للارقام اللي احنا عايزينها بقول الحاله ايه، هناخده مثلا مرتين في الاسبوع لانه بيقع تاني. طب ليه الفيتامين بعد ما باخده المفروض خلاص وباكل كويس بيقع تاني؟ احنا هقول المصريين بالذات عندنا مشكله قولون عصبي بنسبه كبيره جدا في مصر، وده بيأثر على الامتصاص. عندنا مشكله الهيليكوباكتر اللي هي البكتيريا الحلزونيه. 90% مننا لو حللتي غالبا هتلاقي بكتيريا حلزونيه. هي ليها درجات البكتيريا الحلزونيه، وهي بقت حاجه بانديميك في مصر، يعني طبيعي انها موجوده عندنا. فالبكتيريا الحلزونيه من اكتر الاسباب اللي بتخلي الامتصاص الفيتامينز قليل جدا، فبالتالي هو مش وصل لشعري، فبالتالي مشاكل الشعر عماله تزيد. طيب انت كمان قلتي مع التطور، يعني حضرتك برضو ذكرتي فكره العمليات، فده تطور. مع تطور بقى الكوافيرات والكرياتين والمش عارفه الصبغات الايه والتريتمنت اللي مش عارفه عامل ازاي، كل الحاجات دي الحقيقه بنكتشف ان هي بتزيد الموضوع سوءا مش بتساعد. طيب. عشان ما يزعلوش مني اكيد انا بروح الكوافير اكيد. كلنا واكيد كلنا بنعمل شعرنا حتى لو محجبين، مش معنى ان انا محجبه مش ههتم بيه. لا كله بيروح يعمل. بس خليني اقول حاجه على موضوع التريتمنت والفرد ده. انا ربنا خالق لي شعري بشكل معين، ويفي كيرلي بيهيش، وبقت الحالات تيجي تكشف بس انا شعري هي ما يهيش هنرطبه. معلش في تجديده غريبه معايا يعني للناس بقى بس إيه؟ مش عشان هو بيهيش، هو الهيشان الاهتمام بيه صعب قوي. مش سهل. صح. لو شعرنا ناشف عايزه تشتري دماغها حوض بحر متوسط. فاحنا شعرنا جيناتنا غير الفلبينيين والهنود، احنا مختلفين طبعا. هم شعرهم كده. وخليني اقول لحضرتك احنا طول عمرنا كان عادي عندنا ان شعرنا يبقى هايش شويه، منطقي. بس مقاييس الجمال اللي بقت تتحط بزياده على السوشيال ميديا خلت اي حد عنده شعرايه هايشه حتتين مش راضي عنها. ده مش حل ان انا اروح اعمل بروتين وكرياتين، وحتى لو حبايبنا الكوافيرات هيزعلوا مني. بس ايه هو البروتين والكرياتين؟ هو مش تريتمنت عشان نبقى صراحه، هو بيعمل كاموفلاج او بيكتف الشعرايه. الشعرايه دي بتتنفس، ولانها بتتنفس ولان في انواع مساميات مختلفه للشعرايه، فحسب شعري بيتنفس قد ايه، وانا في بلد رطبه زي اسكندريه مثلا طبعاً. او مش رطبه شعري هيهيش وينفش قد ايه، فانا عايزاه ستريت وشكله حلو all over the time. هقوم انا جايبه مواد كيميائيه فيش مواد طبيعيه واحطها على شعري. المواد دي ليه بتتحط ببيبي ليس او بحراره؟ عشان تكسر الكيراتين الطبيعي بتاعي وتدخل هي تقعدني كده متكتفه. فتبقى الشعره يبان انها كويسه بس اكشولي انا كسرت كيراتينها. بدليل ان اي حد بيعمله بصفه متكرره بتيجي بشكوه، دكتور انا شعري طبيعته اتغيرت هترجع زي الاول؟ اقول لها معرفش. ليه؟ مهما كانوا مش بيحطوا الماده على الجذور، هي بتوصل طبعا بالطريقه دي على الجذور، بتعمل طفره جينيه. اوقات طبيعه الشعر بتتغير. بنتعب جدا 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 عشان نصلح الكيراتين الطبيعي. الكيراتين الطبيعي بتاع الشعر ده ليس له بديل. كل اللي بنحطه سواء سيرم حمام كريم بيساعد. فيهوش فورمالين؟ لا ده الاولاني كان فيه فورمالين، ده ما فيهوش. عارفه ايه فكره الفورمالين؟ لا. في الحاجه ماده الفرد اسمعها مع ريحتها سيئه. ماده الفرد ريحتها سيئه وبتبوظ بسرعه. فمواد الفرد القويه لازم تحفظ، فالفورمالين ماده حافظه. ولذلك هي فيها فورمالين عالي، ولذلك كلما زاد الفورمالين كلما زاد الفرد. عشان كده المواد اللي ما فيهاش فورمالين هي اقل ضررا فعلا. يعني ممكن شويه بس يقدروا يفردوا من غير الفورمالين؟ لا لازم
طالما ما فيش فرد بدون يعني فورمالين. زيرو فورمالين ده لما بيقولوا كده هتلاقي الناس تقول لك انا جربت زيرو فورمالين ما عجبنيش فرجعت تاني عملت بدون فورمالين. او بيقعد وقت قليل مش وقت طويل. طيب يعني احافظ على شعري ازاي؟ وده الهدف من الفقره دي. يعني انا دلوقتي محتاجه حيك بتقولي طب بناخد فيتامينات، لا الفيتامينات مترسبه تحت او بتروح لاجزاء اورجنز مختلفه عن، طب احافظ على الشعر احافظ ازاي؟ على الشعر ازاي؟ اول حاجه الطبيعي ان انا اكل كويس، لازم صحتي تبقى كويسه، لازم اعمل تشيك اب دايما، لازم اعرف انا الفيتامينز اللي بتاخدها دي نسبتها قد ايه. تاني حاجه انا لو لقيت شعري ابتدى يبقى فيه فراغات، ابتدى يبقى فيه تساقط زياده عن اللزوم مش الطبيعي بتاعي، لو انا ام لاقيه نازل في الاكل لاقيه على المخده، انا لازم اروح للدكتور بسرعه. ليه؟ الادويه موجوده في الـ في الـ في لا هو اللي بيحصل ان احنا بنبعت نجيب الادويه مش وحش، والادويه كلها موجوده، وبقى عندنا طفره قويه في الادويه طبعا. سواء مصري او مستورد كلها صح. احسن من بعض مزبوط. ولكن التوليفه او التركيبه اللي الدكتور بيعملها بناء على الكشف والكشف والدرموسكوب عشان اعرف مش بمجرد النظر انا عندي مشكله واحده في شعري ولا لا، انا عندي تساقط تفاعلي ولا عندي معاه تساقط وراثي ولا عندي معاه تعلبه ولا عندي معاه ايه. فلما بندمج ساعات الحاله تقولي حضرتك دمجه جزا دواء. ليه دمجه جزا دواء؟ لان الكمال لله. انا لما باخد من الدواء ده ماده فعاله ومن الدواء ده ماده فعاله ومن الدواء ده ماده فعاله لكل حاله بفصل لها اللي هي محتاجاه فعلا ده بيفرق. وحاجه تانية اوقات الدكتور بيدي دعم نفسي للحاله صح. يعني هي انتوا بتدرسوا طب نفسي في الجلديه اكتر الناس نفسيتهم بتتعب هم اللي عندهم امراض جلديه صحيح. خصوصا شعر محتاج الست وبقى في الرجال كمان الموضوع ده. لما الحاله دي بتقولي انا بجيب الادويه وبحط يومين ما بلاقيش نتيجه بنسى، لا هو في ناس بقى في موضوع النتائج دي بيبقوا مستنيين النتيجه بعد بكره. لا لا يعني لا لا هو لا هو مش الامتحان، فانا جبته وما عملش حاجه فكره انا جبته. وعندي قصه قصيره حزينه، قصه الثلاث شهور الاقيها جايه لي من عند الدكتور ثلاث شهور وممكن تسيبني وتروح للدكتور بعد ثلاث شهور وما عملش حاجه. ثلاث شهور دي اول متابعه نبص بالدرموسكوب نشوف ابتدى ينبت ولا لا. بس انت عارفه الاعلانات بتشتغل على انه بعد اسبوعين النتائج بعد كده. فالناس خلاص بتصدق. انا عندي دوره حياه، أناجين وكاتاجين وتيلوجين من ست شهور لسنة، فمستحيل اللي وقع مني وتعب مني في سنين أو في شهور هصلحه في يومين. فدايما أنا ساعات بكتب في روشتة الصبر، ببروزها كده. برافو عليكي والله. الصبر هنصبر مع بعض أقل حاجة سنة، مش هنتحسن بعد السنة لا خلال السنة. ودايما بقول الحالة جبتي الدواء لوحدك جيتي العيادة لازم يبقى عندنا دوكيومنت، أنا هتأكد إزاي إن أنا اتحسنت بالصور. لما الحالة بتشوف الصور ده فعلا الحمد لله ده ابتدى ينبت ده بيفرق. بس هل بيوقف سقوط تماما ولا لازم الشعر يفضل يسقط منه؟ الطبيعي ان ربنا خلقنا فيه تبديل واحلال في شعر بيقع وشعر بيطلع مكانه. المفروض ان احنا التبديل والاحلال ده ما بنحسش بيه، بيقع مننا في اليوم من 100 ل 200 شعرايه. كانوا زمان بيقولوا 100 شعرايه، لا من 100 ل 200 شعرايه دلوقتي. ده الطبيعي. لما بيختل التبديل والإحلال ده المفروض 70% من شعري في الحالة القوية الجامدة ومن 20-30% اللي بيقع عشان يطلع بداله، وإلا كنا بقينا مشعرين جدا. الخلل ده بقى بيحصل بتدرج 70-30-50-50-20 كل حالة غير التانية. فبالتالي كل حالة التساقط عندها هيقف في وقت غير التاني. يعني لما الحالة تيجي تسألني التساقط هيقف إمتى أقول لها لا معانا وقت، انا مش عارفه انت في انهي دوره حياه. مستحيل دكتور وهو بيكشف يعرف الحاله اللي جايه له دي في انهي دوره حياه. لكن اللي بطمن الحاله بيه وبقوله لها خلال السنه هنوقف تساقط باذن الله وهنطلع شعر جديد هنبت. وده مهم جدا. الحاجات الموضعيه اللي احنا بنحطها دي لازمتها ايه؟ يعني الفيتامينز بتوقف التساقط، الموضعي بيساعد ان التساقط يقف، وكمان بيطلع لي شعر جديد علشان بصيله الشعرايه ما تقفلش تفضل تطلع جديد. تاخد وقتها وما نزهقش. يعني الحاله تقول ايه طب هو لو فضل يقع احط الدواء؟ لان اللي بيقع ده من دوره حياه قديمه. طيب الادويه بقى يعني عامه بالبق ولا موضعيه؟ احنا محتاجين الاثنين، محتاجين الفيتامينز لانه ده البنزين بتاعنا تمام علشان يبني الجذور من جوه، ومحتاجين الموضعي. بس الفيتامينز دي مش للشعر بس، دي فيتامينز فايتال كده للجسم. في حاجات مخصوصه لو انا لقيت في التحاليل حاجات نازله مني حدي مخصوص مش مالتي فيتامين. لازم تعمل تحاليل. لازم تعمل تحاليل. ايه التحاليل المطلوبه في حد؟ زي ما قلنا الحديد
مخزون الحديد، فيتامين دي وبي، وفيتامين بي، ودي مهمين للكيراتين الطبيعي بتاع الشعر. دي التحاليل اللي تيجي بيها مبدئيا. لو شكينا في حاجات تانية زي تكيسات المبايض، غدة درقية، او اي حاجة مناعية تانية، اكيد بنعملها وبيبقى معانا مساعدة دكتور تاني. لازم يبقى في طبيب تاني. لو في تكيسات هنروح لدكتور نساء طبعا. لو في غدة درقية هنروح لدكتور غدد او دكتور بطن. لو في حاجات تانية هيبقى معانا لازم مساعدة طبيب تاني. طيب اخر سؤال، انا ممكن حضرتك تكتبي لي على ادوية واخدها وكده وبعدين ازهق، مش هقعد اعيش عمري كله مثلا، في ناس كده وانا للاسف انا منهم، فبعد ما اوقف ابص الاقي الشعر وقع تاني، وكانك يا غزي يا زيد يا زيد ما غزيت، ولا وكاننا ما عملناش حالات ايه. في بعض الحالات كده بقول لها احنا مش هنحط تاني، وفي بعض الحالات ده عشان كده غيرنا المنظور وبقينا نقول روتين مش علاج. يعني انا لو عندي مرض مزمن، لو عندي سبب مزمن لتساقط الشعر، انا مضطر احط على طول. بنلعب العاب بقى، اللي هو ايه، الشهر ده هنحط كذا، الشهر ده هنقلل، اكافئ الحاله مثلا، الشهر ده كانت منتظمه وكويسه هقلل لك الادويه. وبقول للحاله مفيش حاجه اسمها ما عنديش وقت، اقرني مع عاده يوميه بتعمليها. كلنا عندنا، كل بني ادم فينا عنده عاده يوميه بيعملها. مستحيل اللي هو ايه، الزيت اللي بيتحط او الكريم او الادويه او الحاجات الموضعيه اللي بناخدها. طيب الوصفات بقى اللي بنشوفها على النت، والزبادي مع المش عارفه، العسل مع المش عارفه ايه، مع الخيار، مع الحاجات دي، انا مش ضد الوصفات الطبيعيه لو صح. المشكله ان في وصفات كتير غلط. يعني المشكله ان في وصفات كتير ممكن تاذي اكتر ما تضر. والوصفات الطبيعيه بطيئه. صح. يعني لما حاله بتقولي انا مع الادويه هعمل وصفه طبيعيه، اقول لها طب الوصفه فيها ايه، تقولي كذا، اقول لها ماشي، بس هي بطيئه. انت عندك الجلد والصبر والقوه والصحه ان انت تاخدي الوصفات دي، ما عنديش مشكله، بس تكون صح. والله انا استفدت جدا من الحلقه مع حضرتك، بشكرك شكرا جزيلا. دكتوره شيماء امبابي، استشاري الامراض الجلديه وتجميل الجلد والليزر، نورتيني يا دكتوره. شكرا ليكم مشاهدينا على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في الحلقه الجايه باذن الله.